مكرم وسيادة الوزيرة وسيادة الرئيس من 2017 أطلق مبادرة جميلة وعظيمة، إحياء الجذور. امبارح كان عندنا تقرير عن يعني جزء من ولادنا اللي موجودين في بجنسيات أخرى وأحياء الجذور بين مصر واليونان وقبرص. النهاردة كان في لقاء مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أولا سيادة الوزيرة مساء الخير. مساء النور يا أستاذ أحمد. ممكن نتكلم على لقاء النهاردة وأيضا هذه المبادرة المهمة ووجود شباب اللي احنا بنشوفهم، حاجة بصراحة مفرحة جدا، وكمان حضرتك بتنظمي زيارات ليهم مهمة للغاية. مظبوط، زي ما حضرتك عارف حظيت مبادرة العودة للجذور برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية وبأيضا تشريف لفخامته في انطلاقها في محافظة الإسكندرية عام 2017، وأيضا شرف هذا الافتتاح أو هذا الانطلاق الرئيس اليوناني والرئيس القبرصي. وابتدينا أن احنا نشتغل على مفهوم جديد أو مبادرة جديدة بتتحدث عن دور الجاليات الأجنبية اللي كانت عايشة على أرض الدولة المصرية. وكانت مصر في هذه الاحتفالية أول دولة على يعني مستوى العالم بتكرم الجاليات الأجنبية على أرضها. بعد هذه الانطلاقة اشتغلت أنا والوزير القبرصي واليوناني على الكثير من الفعاليات، منها زيارات لأستراليا لمقابلة اليونانيين المصريين والقبرص المصريين وأيضا المملكة المتحدة. حتى في جائحة كورونا كان عندنا بعض الاجتماعات عبر تقنية زوم، إنما فكرنا في آخر اجتماع لنا في قبرص منذ كده شهرين إن لابد إن إحنا هذه المبادرة، إحنا كرمنا الرعيل الأول، إنما لابد إن إحنا ننقل هذه المبادرة للأجيال الثانية والثالثة اللي جدودهم أو أبهاتهم من اليونانيين ومن القبرصة المصريين. عشان كده اخترنا 15 شاب وشابة، 5 من مصر، 5 من اليونان، و5 من قبرص، وال15 من جذور مصرية. وابتدينا بمصر، زيارة مصر اللي بدأت يوم الحد، بدأناها بقاعدة راس التين. زي ما حضرتك عارف هذه الزيارة نظمتها وزارة الهجرة، بس دخل فيها الكثير من المحاور التعاون الثلاثي، يعني لازم بنوريهم ازاي ان القوى الناعمة مهمة ان هي تؤازر الجهود الرسمية للدولة. احنا عندنا تعاون بين القوات البحرية بين الدول الثلاثة، فعشان كده كان مهم جدا ان احنا نبتدي هذه الزيارة من قاعدة راس التين. وبشكر الحقيقة القائد العام وأيضا الفريق أحمد خالد على تنظيم هذه الزيارة الهامة، لأن منها اللي انطلقت هذه المبادرة ومنها إلى مكتبة الأسكندرية وطبعا المربع اليوناني. نعم، النهاردة كان يوم خاص جدا في هذا البرنامج، وهو التشرف بالالتقاء مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة الولاد كانوا منبهرين بشخصية السيد الرئيس، بطريقة الكلام، بالوقت الحقيقة اللي تكرم إدهولهم، جاوب على كل استفساراتهم، أكد لهم أنه مصر فعلا بلد حاضنة لكل الثقافات والحضارات والجنسيات والأديان، أن احنا في مصر بنرحب بأي حد عايز يلجأ للدولة المصرية، أن احنا ما عندناش تفرقة ما بين أي حد موجود على أرض الدولة. كل هذه المفاهيم الحقيقة وصلت لهم، ومنهم من الحقيقة يعني تحدث مع السيد الرئيس عن حتى فترة سرقة مصر، وإزاي إنه الشعب المصري لجأ إلى جيشه حتى يتم إعادة هذا الوطن إلى طريقه الصحيح. فالحقيقة كان لقاء يعني مثمر جدا وإيجابي جدا، والسيد الرئيس كان كريم جدا في وقته معاهم وفي الإجابة على كافة استفساراتهم. بكرة بيروحوا إن شاء الله قناة السويس مع الفريق أسامة ربيع، لأنه زي ما حضرتك عارف الكثير من القبرصة واليونانيين كانوا قاعدين في محافظة الإسماعيلية، فهم مع قناة السويس والتفريعة الجديدة اللي بيزوروها، إنما كمان حيزوروا منازل جدودهم القديمة وكنائس جدودهم القديمة. وبعد كده في زيارة للبرلمان المصري، وتكرم السيد الرئيس أيضا بدعوتهم في أول مؤتمر لحياة كريمة. هذه القوة الناعمة يا أستاذ أحمد بتروج للدولة المصرية، بتروج للجهود اللي موجودة
على أرضها. بالتأكيد زيارة الهرم وزيارة متحف الحضارات أيضا كان ضمن هذا البرنامج. هؤلاء الشباب أو هذه المجموعة هيخلصوا من زيارتهم لمصر وبعدين هيطلعوا على اليونان يعملوا زيارة أخرى ومنها إلى قبرص، وفي نهاية هذا البرنامج ال 15 شاب وشابة سيقومون برفع مذكرة إلى الرؤساء الثلاث يقولوا لهم فيه اللي شافوه من قواسم مشتركة وتاريخ مشترك وزي إن إحنا نقدر نجود هذه المبادرة. النهاردة القيادة السياسية بتدي دور للشباب في المشاركة في صنع القرار وأيضا في إن هم يتولوا مراكز داخل الدولة ما كناش بنشوفها قبل كده. فهؤلاء الشباب أيضا تماشيا مع نظرة القيادة السياسية في إعطاء هؤلاء الشباب هذه الفرصة، هؤلاء الشباب بعد هذه الزيارات في مصر في اليونان وفي قبرص هذه المذكرة سترفع إلى الزعماء الثلاثة عشان يقدروا يقولوا لنا إيه رأيهم وكيفية تجويد القوى الناعمة ودورهم في مؤازرة الجهود الرسمية الدبلوماسية. سيادة الوزيرة، هل كل سنة هيكون عندنا مجموعة كده من الشباب من هنا ومن الثلاث دول مع بعض؟ بالتأكيد، لأن دول أول مجموعة، والحقيقة الكثير من اليونانيين من أصول مصرية والقبارسة من أصول مصرية من كل أنحاء العالم، الحقيقة مش بس اليونان وقبرص، طلبوا أن هم يشاركوا، بس زي ما حضرتك عارف الإجراءات الاحترازية وكورونا فضلنا أن هذه الزيارة الأولى تكون يعني محدودة العدد 15، يعني 5 من كل دولة، وإن شاء الله بعد لما ربنا يرفع الوباء عن مصر والعالم كله نقدر أن احنا نزود العدد. ست وزيرة نبيلة مكرم، بشكرك شكرا جزيلا.